أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا يمكنها الاعتماد إلا على معداتها العسكريه الخاصه وهذا سبب نجاحها وقال بوتين خلال اجتماع مع خريجي المعاهد العسكريه الروسيه انه في هذه الظروف يجب على الروس الاعتماد على انفسهم فقط دون انتظار مساعده احد أفاد موقع روستخ الحكومي الروسي أن الجيش تلقى دفعة جديدة أو دفعة من عربات المشاة القتالية بي ام بي 3 المطورة للجيش الروسي وقال المدير التنفيذي لشؤون الأسلحة التنفيذية والتقليدية والذخائر في المؤسسة باكخان أوزيف إن بي ام بي 3 المزودة بمجموعات الحماية الإضافية مطلوبة في منطقة الحرب في أوكرانيا وتم إعداد دفعة جديدة من تلك المدرعات المطورة في مصنع كورغان زافود والذي أنتج تلك الأسلحة قبل الموعد المحدد لها تمتلك روسيا واحدة من أضخم قوات المدرعات في العالم وتضم مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة وتمثل بي ام بي ثلاثة إحدى أقوى المدرعات التي تطورها روسيا حيث بدأت الخدمة في عام 1987. وتتميز مدرعات بي ام بي 3 بجميع نسخها بقدرة عالية على نقل الجنود عبر التضاريس الوعرة والموانع المائية. وبالإضافة إلى نقل الجنود يمكن الاعتماد على المدرعة الروسية في تنفيذ العديد من المهام العسكرية حيث تعد مركبة دعم نيراني ومضادة للدبابات وتمتلك مدرعات بي ام بي ثلاثة تسليحا متنوعا يضم مدفعا رئيسيا عيار 100 ملم وقاذفا صاروخيا بالإضافة إلى مدفع رشاش كما يمكن تزويد المدرعات بأنظمة رؤية متنوعة للعمل على مدار اليوم بكفاءة وتمتلك نظاما خاصا للتصويب يسمح لها بتحديد الهدف وتعقبه واطلاق النار عليه اثناء الحركه، مما يمنحها قدره هجوميه مميزه وقدره اكبر على المناوره. قال رئيس لجنه الدفاع بمجلس الدوما الروسي اندري كارتابالوفا ان روسيا يمكن ان تغير عقيدتها النوويه في حال زادت نسبه التحديات والتهديدات واشار كارتابالوف الى ان العقيده الروسيه النوويه تعكس رد الفعل على ما يحدث في جميع انحاء البلاد والحاجه الى تغييرها منوط بحجم التهديدات التي تواجه روسيا اليوم. تصريحات المسؤول الروسي تاتي بعد ايام من اشاره الرئيس فلاديمير بوتين بامكانيه تغيير موسكو وعقيدتها النوويه، فما هي الضوابط التي تلتزم بها الدول صاحبه السلاح النووي؟ سلاح مدمر تقتنيه تسع دول فقط هي روسيا والولايات المتحده وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشماليه والصين وباكستان والهند واسرائيل. منذ استخدام القنابل النووية للمرة الأولى في نهاية الحرب العالمية الثانية، حددت معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل الدول المسموحة لها باقتناء هذه الترسانة. تتقاسم الدول النووية 13500 رأس، إذ تمتلك موسكو وواشنطن وحدهما 90% من الترسانة النووية. في أوائل الستينات طورت واشنطن بروتوكولاً يركز على حصر سلطة اتخاذ قرار استخدام الاسلحة النووية بالرئيس، وعدم استخدامه ضد الدول غير الحائزة له. عقيدة روسيا النووية تستند على مبدأ الردع، ولكن عام 2020 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة حددت استخدام النووي عند إطلاق صواريخ بالستية ضد البلاد، واستخدام الخصم السلاح النووي، ومهاجمة موقع نووي روسي. او تهديد وجود الدوله على عكس روسيا والولايات المتحده تعتقد الصين ان الاسلحه النوويه ذات فائده معينه وحددت بروتوكولا ينص على ردع الاعداء عن شن حرب نوويه وتقييد نطاق العمليات العسكريه ومنع انتقال الصراع الى المستوى النووي ولم تتغير المبادئ الرئيسة للسياسة النووية البريطانية منذ أن حددتها المملكة عام 2006، وتتلخص في أن هذه القوة ليست مصممة للقتال بل لمنع هجوم نووي، ومنذ أن أصبحت القوة النووية الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، أصرت فرنسا على استقلالية قرارها النووي. ولم تضع قواتها تحت تصرف الناتو، واكدت القدرة على استخدامها لمواجهة الخصوم. في يناير عام 2003 أصدرت الهند عقيدة رسمية تنص على أن القيادة السياسية المدنية تتخذ قرار استخدام النووي للرد على أي هجمات تستخدم أسلحة كيماوية وبيولوجية. الجارة باكستان تهدف عقيدتها لردع أي عدوان هندي نووي محتمل ومنع انتصار نيوداله في حال نشوب حرب ورغم عدم إفصاح قيادة كوريا الشمالية عن عقيدتها النووية فإن مندوبها في الأمم المتحدة أعلن عام 2016 أن استخدام سلاح الدمار الشامل يتم إذا تعرضت سيادتها للتهديد أما خيارات استخدام إسرائيل للنووي فتبقى محدودة بحكم الموقع الجغرافي المجاور لخصومها في الشرق الأوسط في إطار تكثيف التدريب العسكري للتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية بدأت حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت التي وصلت كوريا الجنوبية في التحضير لتدريبات ثلاثية مع طوكيو وسيولا من المتوقع ان تبدا التدريبات خلال شهر يونيو الجاري فيما لم يؤكد الجيش الكوري الجنوبي على الفور تفاصيل محدده عن التدريب علاقة أمنية وطيدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ حقبة الحربين الكورية والباردة، ففي عام 53 وقع البلدان معاهدة الأمن المشترك التي أصبحت بموجبها سول تحت حماية ما يعرف بالمظلة النووية الأمريكية التي تضم نحو 29 دولة أخرى في آسيا وأوروبا. وبموجب الاتفاق بين الجانبين، نشرت الولايات المتحدة أسلحة تكتيكية نووية في كوريا الجنوبية بشكل مستمر لمدة 33 عاماً منذ عام 58 حتى عام 91. مع عودة تهديدات كوريا الشمالية اتفقت واشنطن وسول عام 2013 على وضع استراتيجية ثنائية للردع المصمم خصيصا ضد أسلحة بيونغيانغ النووية لتحقيق أقصى درجة من الردع، وتنص هذه الاستراتيجية التي تم اعتمادها بعد عقد على التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية بما في ذلك النووية للدفاع عن كوريا الجنوبية. التلويح باستخدام الاسلحه النوويه من قبل كوريا الشماليه دفع لاستحداث المجموعه الاستشاريه النوويه بين واشنطن وسول العام الماضي لدعم التزامات الرد النووي الموسعه لكوريا الجنوبيه ودمجها في التخطيط الامريكي للطوارئ في شبه الجزيره التي قد تنطوي على استخدام نووي تصاعد التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشماليه والصين دفع غواصه امريكيه مزوده باسلحه نوويه للرسو في ميناء بكوريا الجنوبيه وهي اول زياره من نوعها منذ عام 81، اضافه الى الهبوط الاول لقاذفه استراتيجيه من طراز بي 52 على الاراضي الكوريه الجنوبيه.